كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ ازاي الصحة؟ كله كويس؟ كله زي الفل والله، كله ماشي كويس. ايه اللي بيحصل؟ طمنا ليفربول، ايه الموضوع؟ ليفربول طبعا هو في يعني في كلام كتير، بس اللي بيحصل بجانب ازمة الثقة اللي اتخلقت لبعض النجوم نتيجة البداية السيئة وعدم تحقيق الفوز والتسجيل، فدي نتيجة حتمية لتراكمات كتيرة. يعني اهمها لو قلنا ان ليفربول السنة اللي فاتت نسبة مشاركاته في الماتشات مرعبة، وصل تقريبا كل النهائيات الممكنه، لعب في نهائي 4 بطولات، النتيجه ان هو لعب 63 ماتش في 9 شهور، فدي حاجه يعني تهد اي فريق زي ما بيقولوا. نفس القصه بالنسبه عندنا، مثلا 6 لعيبه يعني ابرزهم صلاح، هندرسون، ماني، جوتا، فان دايك، اليسون، لعبوا اكتر من 50 ماتش. في عندنا 3 لعيبه لعبوا اكتر من 45 ماتش، يعني الافريج في كل الدوريات هتلاقي مثلا 30 32 ماتش للعيب، فدي ارقام مرعبه. في عندنا مثلا الكلام ده مش السنه اللي فاتت بس، احنا بنتكلم قبلها من سنه 2018، صلاح مثلا لاعب هو ثاني لعيبه مشاركه في البريمير ليج بعد ادرسون، لعب عدد دقائق كبيره جدا، بالاضافه لمعدل اعمار. يعني كل الكلام واللعب الكتير ده، معدل اعمار في ليفربول احنا بنتكلم على هم حاليا الستارتنج لاين اب او اول 11 بينزلوا، الافريج بتاعهم دلوقتي هم رقم 17 في البريمير ليج من معدل اعمار، فطبعا حاجه يعني صعبه جدا قويه على فريق ان هو معدل الاعمار الكبيره يلعب الاعمار الكبيره دي، معدل الماتشات الكتيره دي طبعا بيبقى مرهق جدا وبيؤدي للنتيجه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. ولكن ما نقدرش نقول ان دي الموضوع منتهي، هو الموضوع كله كونفيدنس، كي بلايرز بيتصابوا بيرجعوا تاني، ف يعني اعتقد لسه بدري على الكلام ده. يعني من وجهه نظرك شايف المان سيتي او ارسنال مين اللي هيكمل الماراثون للاخر؟ كل الناس دلوقتي بتشكك في ارسنال، بس ارسنال بيجني ثمار الاستقرار الاداري اللي عمله والحفاظ على ارتيتا. يعني ارتيتا غير الابروتش بتاعه، اول ما جه كان بيتكلم على بيهتم بالنجوم، بيهتم بالاعمار الكبيره. يعني اول ساينينج ليه كان ويليامز، كان جايبه من تشيلسي فوق 30 سنه، كان بيعتمد على اوزيل، اوباميان، كان بيدور على الفيكس السريع او يكسب بسرعه. بعد كوفيد وبعد المشاكل دي اداله وقت ان هو يشتغل على يعني يقلد تجربه البريمير ليج اللي طبقها الاتحاد الانجليزي، ان هو يجيب الشباب الانجليزي. يعني الصفقات بتاعته هنلاقي رامزديل، بين وايت، حتى تيرني، طلع 3 من الناشئين كلهم برضو انجليز، انكيتيا وروسميث، ويعني كلهم لعيبه انجليز شباب صغيرين، وساكا طبعا فرقوا جدا معاه، فعمل الكالتشر. ارسنال دلوقتي مع ساوثهامبتون هم ثاني اصغر ستارتنج لاين اب في البريمير ليج، فعندهم ريكفري عالي جدا، ممكن يلعبوا الخميس والحد ما فيش مشاكل خالص، ودي النتيجه باينه عليهم استقرار اداري ممتاز، واعتقد ان هم هيكون ليهم سي كبيره، وبان في المواقف الكبيره، لعب 3 ماتشات كبيره لغايه دلوقتي في البريمير ليج، اعتقد ان هم يبقى منافس قوي جدا لسيتي. سيتي بقى قصه ثانيه، يعني سيتي احنا لو بنتكلم ده قصه ثانيه يعني. ف